الباب 103. باب ما يقول من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.